أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي الفنانة نادية الجندي بعد ما ظهرت بجلسة تصوير جريئة وشبابية بالساحل الشمالي بالهوت شورت وبلوزة بيضاء وهي تبلغ من العمر 70 عاما، ونالت عليها التعليقات من الفنانين والجمهور. كما نشرت الفنانة فيفي عبده أيضا مقاطع فيديو لها مثل الفنانة نادية الجندي، وعلق بعض الجمهور والفنانين بأن هم محافظين على رشاقتهم وشبابهم. ويا رب الفيديو يكون عجبكم، لو عجبكم بقى ما تنسوش تدعموني بلايك للفيديو واشتراك في القناة. باي باي.